السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مع أدعية الشيخ سعيد النورسي الله يرحمه. اسم الدعاء هذا دعاء لا إله إلا الله، خلاصة الخلاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده إلا يسبح بحمده. آمنا بأنه لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد الأحد بألسنة السماوات بكلمات النجوم والشموس والأقمار والسيارات، بشهادة نظاماتها ووظيفاتها المنتظمات. لا إله إلا الله بلسان الجو بكلمات السحاب والرياح والبرق والرعد والأمطار، المسخرات الموظفات بشهادة منافعها وتطابقها لحاجات ذوي الحياة. لا إله إلا الله بألسنة العناصر بكلمات مصنوعات مواليدها ومزينات نتائجها ومكملات خدماتها وكمال المسخرية والإنقاذ والإنقياد والطاعة والإطاعة والانتظام في ترابها وحديدها ومائها وهوائها، مع جهلها وجمودها وتشابهها وتماثلها وتشاكسها واستيلائها وانتشارها بلا قيد في ذواتها، مع كمال منظومية وموزونية ما في أيديها. لا إله إلا الله بلسان الأرض بكلمات منافع معادنها بالحكمة لحاجات وسنابل نباتاتها، بالرحمة للأوقات للأوقات وثمرات شجراتها، بالعناية للأرزاق وصور حيواناتها، المدبرات بدقائق الحكمة والإرادة في لطائف الرحمة والعناية. لا إله إلا الله بألسنة البحار والعيون والأنهار بكلمات جواهرها المزينات وحيواناتها المنتظمات ووارداتها وصرفياتها بالميزان وادخارها ومحافظتها بالانتظام وتدبيرها وتدويرها، مع الأرض حول الشمس بالاحتشام. لا إله إلا الله بألسنة الجبال والأودية والصحاري بكلمات أنواع فوائدها
كلماتي، أنواعي، فوائد دفائنها ومنابعها، المدخرات لأنواعي، حاجاتي، أنواعي، ذوي الحياة، بكلمات نباتاتها، المتسنبلات، المرسلات لإنفاق المخلوقات، وبكلمات شجراتها، المتثمرات والناشرات، أياديها، بالثمار لإطعام ذوي الحياة. لا إله إلا الله، بألسنة أنواع النباتات وأصناف الأشجار، بكلمات الأوراق والأزهار والبذور والثمار، المنظومات الموزونات، بشهادة فتح صورها المتباينة بالانتظام والميزان والامتياز. لا إله إلا الله، بألسنة أنواع الحيوانات والحوينات وأقسام الطيور والطويرات، بكلمات الأعضاء والآلات والجهازات والحسيات المنتظمات، بشهادة فتح وانكشاف صورها المتميزات الموزونات المزينات. لا إله إلا الله، بألسنة جميع الأنبياء والمرسلين، بكلمات كمالاتهم ومعجزاتهم وكتبهم وصحفهم ومعاملاتهم ومناجاتهم القدسيات، وبشهادات الإمدادات والإكرامات والإعانات الغيبيات والمقابلات الربانيات، لاستمدادهم ومناجاتهم. لا إله إلا الله، بألسنة الأخيار والاصطفاء والصديقين، بكلمات حججهم وبراهينهم ودلائلهم النورانيات المتوافقات. لا إله إلا الله، بألسنة جميع الأولياء والأقطاب، بكلمات المشاهدات والكشفيات المتطابقات. لا إله إلا الله، بألسنة الملائكة والأرواح الطيبين، بكلمات التسبيحات والتحميدات ملء الدنيا، بشهادة توافق إخباراتهم المتواترات عند تمثيلاتهم للأنظار الإنسان ألف ألف مرات. لا إله إلا الله، بألسنة العقول المستقيمة والقلوب
السليمة بكلمات يقينياتهما وقناعاتهما ودلائلهما وكشفياتهما المتطابقات مع تخالف المذاهب والمشارب. لا إله إلا الله بألسنة كل الكتب والصحف السماوية بكلمات جميع الوحيات والإلهامات في الأعصار والأقطار. نعم، كما يظهر ربوبيته وشفقته فعلا وحالا بالمشاهدة، كذلك يعلن رحمانيته وألوهيته وحيا وإلهاما بالبداهة. لا إله إلا الله بكلية لسان محمد عليه الصلاة والسلام، بكلمات كمالاته ومعجزاته وحقائق دينه وإجماع آله وأصحابه وأصفياء أمته على تصديقه في التوحيد بحق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين. لا إله إلا الله بكلية لسان القرآن المعجز البيان المنور، جهاته الست، والمصدق من جانب المقامات الست، والمقرر بالحقائق الست، بكلمات صوره وآياته وثمراته وآثاره وحقائقه وأسراره. لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد الأحد بلسان الحقيقة الإنسانية بكلمات حياتها وحسياتها وسجياتها ومقياسياتها ومرتاتها، وبكلمات صفاتها وأخلاقها وخلافتها وفرهستها وأنانيتها، وبكلمات مخلوقياتها الجامعة وعبوداتها المتنوعة واحتياجاتها الكثيرة وفقرها وعجزها ونقصها الغير محدودة واستعداداتها الغير محصورة. لا إله إلا الله بمحيط لسان الكائنات الكتاب الكبير المجسم والقرآن الجسماني المعظم بكلمات وارداتها وصرفياتها وسكنتها ومشتملاتها وتجديداتها وتبديلاتها بالانتظام والميزان
وبكلمات الحدوث والإمكان والتغير في كل سكنتها والتغيير والتصوير والتدبير بالانتظام في جميع مشتملاتها والتعاون والتساند والتناسب بالميزان في عموم أجزائها. لا إله إلا الله بشهادة الواجب الوجود بتجليات صفاته وأسمائه وشؤونه وأفعاله وبكلمات آثاره ومصنوعاته المدبرات بكمال النظام والميزان وبدلالة تبارز الألوهية المطلقة في أقطار الكائنات في مقابلة تظاهر أنواع العبادات من أنواع الموجودات في تظاهر الربوبية العامة لجميع المخلوقات في مشاهدة الفاعلية الشاملة لجميع المصنوعات. لا إله إلا الله الواجب الجود الواحد الأحد ذو الكمالات والكبرياء والعظمة المنافية للشركة. لا إله إلا الله ذو الحاكمية والمرية المطلقة المانعة من الشركة. لا إله إلا الله ذو الربوبية العامة والألوهية المطلقة المستلزمتين للوحدة. لا إله إلا الله ذو الفتاحية العامة المتماثلة. لا إله إلا الله ذو الرحمانية الواسعة المتشابهة. لا إله إلا الله ذو الإرادة المحيطة من الذرات إلى السيارات. لا إله إلا الله ذو الإعاشة الشاملة المقننة لجميع ذوي الحياة المختلطات المتداخلات. لا إله إلا الله ذو الأفعال والأسماء المحيطة وخالق العناصر والأنواع المستولية. لا إله إلا الله خالق الأشياء بالكثرة المطلقة مع الانتظام المطلق في السرعة المطلقة مع الاتزان المطلق في البعدة المطلقة مع الاتفاق المطلق في الخلطة المطلقة مع الامتياز المطلق في المبذولة المطلقة مع غلو القيمة الدالة
هذه الكيفيات على الوحدة بالبداهة. لا إله إلا الله الذي تزاحمت خواتم وحدته على كل مكتوب من مصنوعاته. لا إله إلا الله الواحد الأحد بشهادة وحدات مدارات تدابير الكائنات المستلزمة للوحدة مع الانتظام الأكمل العام المنافي للشركة. لا إله إلا الله بشهادة التعاون والتجاوب والتوازن في أجزاء العالم الدالة على الوحدية مع إتقان الصنعة الشعورية في كل شيء على مقدار قامة قابليته المقننة بقلم القدر الدالة على الأحدية. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين بشهادة ظهوره دفعة مع أمته بأكمل دين وإسلامية وشريعة وبأقوى إيمان واعتقاد. وعبادتي وبأعلى دعوات ومناجات ودعوة وبأعم تبليغ وأتم متانة خارقات مثمرات لا مثيل لها تدل على غاية جديته واطمئنانه ونهاية وثوقه واعتماده وكمال صدقه وحق نيته وبشهادة اتفاق حقائق أركان الإيمان على تصديقه وبشهادة ذاته بآلاف كمالاته ومعجزاته وبشهادة القرآن بما لا يحد من حقائقه وبراهينه والجوشن بقدسيته إشاراته والنور وبقوة دلائله والماضي بتواتر إرهاصاته والاستقبال بتصديق ألوف حادثاته والآلي بقوة يقينياتهم في تصديقه بدرجة حق اليقين والأصحاب بكمال إيمانهم في تصديقه بدرجة عين اليقين والأصفياء بقوة تحقيقاتهم في تصديقه بدرجة علم اليقين والأقطاب بتطابقهم على رسالته بالكشف واليقين
والأزمنة الماضية بتواتر بشارات الكواهن والهواتف والعرفاء في الأدوار السالفين وبمشاهدة بشارات الرسل برسالته في الكتب والصحف المقدسة للأنبياء والمرسلين وبشهادة الكائنات بغاياتها وحكم حقائقها على رسالته بسر توقف حصول غايات الكائنات والمقاصد الإلهية فيها وتقرر قيمتها ووظائفها وتبارزها وحسنها وكمالاتها وتحقق حكم حقائقها على الرسالة الإنسانية لا سيما على الرسالة المحمدية الجامعة، إذ لولا الرسالة المحمدية لصارت هذه الكائنات المكملة صاحب المعاني السرمدية هباء منثورا متطايرة المعاني متساقطة الكمالات، وهو محال من وجوه وجهات. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين، بشهادة صاحب الكائنات وخلاقها ومتصرفها ومدبرها بأفعاله وإجراءات ربوبيته على رسالته كفعل رحمانيته بإنزال القرآن المعجز البياني عليه وبإظهار أنواع المعجزات على يديه وبتوفيقه وحمايته في كل حالاته وبإدامة دينه بكل حقائقه وبإعلاء مقام حرمته وإكرامه على جميع مخلوقاته بالمشاهدة والعيان وكإجراءات ربوبيته بجعل رسالته شمسا معنوية لكائناته وبجعل دينه فهرسته كمالات عباده وبجعل حقيقته مرآة جامعة لتجليات ألوهيته بالحجة والبرهان وكتوظيفه بوظائف قدسيات لازمات لوجود المخلوقات في هذه الكائنات كلزوم الرحمة والحكمة والعدالة وكلزوم الشمس والضياء والنسيم والماء والرزق والنعمة، فيا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، نشهدك ونشهد جميع الدلائل
السابقة بأن نشهد بأنك أنت الله الواجب الوجود الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم العليم الحكيم القدير المريد السميع البصير المتكلم الرحمن الرحيم. لك الأسماء الحسنى لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وكذا نشهدك ونشهد الدلائل المذكورة. بأن نشهد بأن محمدا عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وجمال ملكك ومليك صنعك وعين عنايتك وشمس هدايتك ولسان محبتك ومثال رحمتك ونور خلقك وشرف موجوداتك وسراج وحدتك في كثرة مخلوقاتك وكشاف طلسم كائناتك ودلال سلطنة ربوبيتك ومبلغ مرضياتك ومعرف كنوز أسمائك ومعلم عبادك وترجمان آيات كائناتك ومدار شهودك وإشهادك ومرات أنوار محبتك لجمالك وأسمائك ومحبتك لصنعتك ومحاسن مصنوعاتك وحبيبك ورسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين ولبيان محاسن سلطنتي ربوبية رب العالمين في حكمة خلقه صنعة صبغة نقوش قصر العالمين ولتعريف كنوز جلوات أسماء رب العالمين بإشارات حكميات كلمات آيات سطور كتاب العالمين ولبيان مرضياتك يا رب السماوات والأرضين. فصلي عليه وعلى آله وصحبه بعدد حروف رسائل النور المكتوبة والمقروءة إلى آخر الزمان، واجعل برحمتك هذه التفكرات الإيمانية في صحائف حسناتي وفي صحائف حسناتي كل شيء خلقه الله عز وجل، الأحياء منهم والأموات الصادقين، وفي صحائف حسنات أستاذنا سيد النورسي وآباؤنا وأمهاتنا. آمين والحمد لله رب العالمين. أقدس الله عز وجل القادر على كل شيء لمساعدتي لإتمام هذا العمل، وأتمنى من الله الجليل أن يتقبل عملي بأحسن قبول. يا منان يا كريم يا أكرم الأكرمين، ويجعل نيتي صافية لسبيله
والله هو الكريم الكريم الكريم، أكرم علي يا الله وكافئني على هذا العمل في يوم لقائي بك، لأن الله هو العظيم الكريم أكرم الأكرمين الرحيم الرؤوف. أكرم علي يا الله عملي الدنيوي والآخري، رحمة الله وسعت كل شيء. على هذه نستلمها من عباد الله، ويا ربي يا منان يا منان تقبل هذا العمل بطيبتك ورحمتك، ويا ربي يا منان يا كريم يا حكيم يا أحكم الحاكمين يا غفور، سامحني على أي تقصير في عملي هذا، وأتمنى من الذين يقرؤون هذا العمل ويسمعونه أن يدعوا لمرام فطاني وماما وبابا وعائلتي وزوج المستقبل وأهلي والمسلمين الأحياء منهم والأموات وكل شيء خلقه الله عز وجل الأحياء منهم والأموات، وندعو أن يسامحنا الله عز وجل على أخطائنا وذنوبنا، لأن بشر نخطئ ونصيب وغير معصومين من الخطأ، ويحكمنا الهوى فقو هوانا يا الله عدين الإسلامي، ولكن نحن نخافك جدا يا الله ونخاف عقابك، وعلمنا يا الله يا منان يا غفور أن الحسنات يذهبن السيئات، يا ربي يا منان أكرم علينا بمغفرة الذنوب يا غفور يا منان، ويمكن يمنحنا رحمته بواسطة فضيلة الناس الجيدون والعباد الجيدون والعباد الغير جيدون الذين يفعلون الخير ويجمعون ثوابه دنيا وآخرة، ومن يدعو للجميع. وأحاول أن أكون خليفة الله في الأرض، وسوف أضعه في النت، إذن سوف يعتبر كصدقة جارية، وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. أنا عند حسن ظن عبدي بي حسن الظن بالله، ويا ربي يا منان تقبل عملي هذا وثوابه راجع لمرام فطاني وماما وبابا وزوج المستقبل وعائلتي وأهلي والمسلمين الأحياء منهم والأموات، وكل شيء خلقه الله عز وجل الأحياء منهم والأموات. تسجيل صوت مرام عبد الله إبراهيم فطاني، فيسبوك نيم مرام عبد الله فطاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.